نصير موسيماني قال لك ايه بعد ما احرزت هدف في مصر التأمين؟ احنا قبلها بيوم كنا بنتمرن، كان مدينا جمل نعملها ففي كرة انا ما كملتش فيها، جه مسكني من ايدي وفهمني انت المفروض تكمل هنا وكده، ففي الماتش جات لي فكملت مع فهد وجبت الجول. جالي بقى اللي شفت، انا قلت لك ايه انك تتعلم وكده. في الفريق الاول كمان التمرينات بتتصور، فانا بيوزع التمرينات دي على اللعيبه ونتفرج عليها نشوف اخطائنا كويس. نشوف، فانا اتفرجت عليها، اتفرجت عليها خدتها على موبايلي، فاتضح ليا ان انا المفروض اكمل هنا، المفروض ده الصح، ده المكان الفاضي. تاني يوم في الماتش سبحان الله هي دخلت فيها، وربنا اكرمني واحرزت الهدف. ما كنتش خايف وانت نازل تلعب مباراه؟ لا لا، هو مدينا ثقه. انت زيك زي اللعيب الكبير، تعامل كويس اكنك موجود في تحت مع زمايلك، وكمان اللعيبه الكبيره ما بتديناش احساس بده، ده هم محتضنيننا وبيكلمونا كويس. سعد سمير، كابتن ايمن اشرف، كابتن شناوي، كلهم بيكلمونا كويس. يعني انا فاكر موقف كنا جايين في اوضه اللبس، كنا قاعدين لقينا كابتن ايمن اشرف داخل قال لك انتوا اللعيبه تدخلوا الجيم زيكم زي اللعيبه الكبيره قبل التمرين. ويعني خلي بالك ايمن اشرف من يعني هو من قطاع الناشئين النادي الاهلي. طب تريزيجيه لما جالكوا، تريزيجيه برضو واحد يعني من ابناء قطاع الناشئين النادي الاهلي. وانا حضرته كمان في الناشئين. انت حضرت تريزيجيه؟ حضرت، انا بقالي 11 12 سنه فحضرته، فهو سلم عليا كان يعني كابتن تريزيجيه حاجه فخر لينا كلنا ان شاء الله، يعني وقائد قدامنا يعني.